كابتن هلال السناري الحكم في الاتحاد السعودي لكمال الاجسام، ارحب فيك عبر دوري بلس. البطوله على مشارف الانتهاء، كيف ترى تجربه المشاركين هذه النسخه؟ اول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله يعني التجهيزات في البطوله جدا ممتازه، وعدد المشاركين كان جدا جدا كبير. ما شاء الله عندنا خامات جدا ممتازه من المشتركين، وان شاء الله ان نطلع في صوره طيبه وشيء كويس يعني للجمهور ان شاء الله. ايش اكثر شيء شد انتباهك في المشاركين خلال النسخه الحاليه؟ والله الفئات عندنا الحين صار عندنا فئه جديده اللي هي اسمها الفيزيك، صار عندنا اعداد جدا كبيره منها، وما شاء الله عندنا يعني الشعب هنا بدا يتقبل اللعبه هذه وصار في تفتح كثير عليه، وما شاء الله برضو عندنا فئه البادي بيلدينج يعني خامات جدا ممتازه، واتمنى لهم التوفيق لهم جميع ان شاء الله. احيانا في مشاركين ادائهم جيد او عملهم على انفسهم جيد لكن ما يكونون بالثقه العاليه امام الحكام على الستيج، ايش تنصح اللاعب قبل واثناء ما يطلع على الستيج وامامه 6-7 حكام؟ والله انا انصح اللاعب، هي يمكن تجربه له يعني اول مره يشارك، تجربه له، وهي من التجربه هذه هو حيتعلم، اكيد حيتعلم وحيكسب خبره من التجربه هذه طلعها، وشوي شوي حيضبط وضعه. انا انصح انه يعني لا يطلع على المنصه الا لما يكون جاهز تماما، يعني جاهز تماما يعني، وما انصح انه يشد حيله يعني. وهذه تجارب، كلها تجارب، كل لاعب يمر فيها وكل بطل يمر فيها، يعني ما في واحد بدا في اللعبه وطلع صار بطل على طول، يعني شوي شوي حيتعلم ان شاء الله.